إخوان السلام عليكم. أنا بصفتي كصديق مقرب لسيمو الجزار وجار بالنسبة لي، عندي المحل قريب المحل ديالو. مؤخرا لقيتو تكاسل ما بقاش كيدير لي فيديو، قلت له فينا ما بقينا نشوفو حتى شي حاجة جديدة ديالك وخصنا الجديد وكذا إلى آخره. المهم دابا غادي نزرب عليه بشي فيديو يديرو صحة عليه، ما بغاش يدير بخاطرو، غادي نوقفو عليه ونبداو نصورو ويدير لنا شي فيديو نشوفو مع شتو جاب شي سلعة، يلاه تحطت شي سلعة جديدة. ايوا الله يبارك، نشوفو داكشي راكم عارفين السلعة ديالو بلا ما نحتاج نشكرها لكم. المهم دابا راه عندو شي كليان، ما خفنا دابا نوقفو عليه، كاين اللي ما كيبغيش يتصور وحنا نحترمو فهمتي حتى تخوى القضية عندو ونهجمو عليه بشي فيديو. خليوكم معنا. المهم الاخوان نمشيو نشوفو السي محمد فين واصل ونفاجئو. السلام عليكم. السي محمد اخو بغيتيش تصور خويا فيديو كاع، ما بغيتيش تصور بخاطرك تصور بالسيف عليك. مرحبا راك سي محمد، واش دابا كاينش اللي صور لي؟ راني حنا خويا عرفتك داك النهار فين ما كتقول لي صورنا، تيقول شنو كاين شنو كاين. عرفت انا داك الشيء علاش هاد النهار قلت غادي نصورك هاد النهار اخويا، الكبيده القليب ياه. حنا اخويا نشوفو شنو عندك تمايا، شنو مخبى تمايا. كل خير موجود تمايا، عاد خرج بعد الدوارة. شوف انت دابا كتصور كتصور، انا صورة درت في البوندات. عباد الله، سير الله في البوندات. غنمشيو لعندي الناس الموبيلات ولا انا كنت غنجي عندك كنلقاك عامر وتنرجع بحالي. السلام صافي صافي الناس من جيتي هذيك البوندات هذيك. عباد الله تحية للمشاهدين. يا غباء، هذا فيديو صحة، هذا فيديو صحة. حلفتي انت؟ اخويا انت ما عين بلوغينا دابا شكون يحط هاد الشيء؟ تحطو انت دابا ولا تحطو؟ لا انت في لاباج ديال اسيدي المشاهدين. ماشي مشكل، الويفي كاين كلشي كاين. والله اخويا راني غير بوحدي، راه عاودت لهم قلت لهم شنو كاين، عاودت لهم شنو كاين. والله اخويا راني بوحدي ناحيتي نتقدا. الله يحسن العوان. تلاتين الف فاش كشي ديك النهار شو مكانش كتباع. اخويا شفناك شحال ديما صورتي. درتي شي حاجة ما صعبتش شي فيديو. دابا شو مكانش كتباع مكان اخر. اخويا اش عندك بحال تجيب سلعة مزيانة. تجيب ول مليح. الله يبارك. تجيب ول مليح اخي ديالي. هاد كيلو وربعة وتاني. هذا بغاها من هنا كيلو. شوف كيف داك يدير. شوف فرماج اخويا فرماج. هاد الحمر كاتينا نضحكم تاع واحد المورصو ونعلق لهم شي حاجه عاوتاني. مرحبا بكم الجمهور الكريم، والله الا توحشناكم. الوقت ما كاينش غالبا، ما حيتنا الباطوار ما حيتنا اخويا ديما تندخلو تنشوفو واش كاين شي جديد، ما تلقاو والو، هاد القديم. ما حيتنا الباطوار ما حيتنا المحل ما حيتنا تمشي السليعه. راه يا الله الله وصافي، غير هذه واحد الزياره الله يرحم الوالد. امين. وحل الوالده وجميع المسلمين. امين. حتى هذه درتيها زوينه. ايوا ضروري. راه ما درتيش هكا، راه ما كاينش اللي صور ما كاينش، راه كاين اللي صور ما كاينش. الا ما فهمتيش راس كنديروا بحال هكا. مرحبا خويا مرحبا. وعلى عادي مرحبا، الا من الجمهور ديالنا والمتبعين ديالنا يستاهلوا كل خير. مرحبا. ما الا اللحم مازال يلاه فصلت واحد الطريف، مازال ما فصلتش، فصلت واحد الطريف ديال ما تقاتلش معاه، ما تعرفش يجرو كليا، فهمت كيدير المهم كيدير. دوك جيتي دابا كون ورينا واحد الكري على اش كيدايرين، دوك الربعة واحد الربعة الكري كانوا هنايا يعني مشاو. بعتيهم الله العظيم، مازال المجرة ديالهم في المشرق. اي والله يسخر. دابا اللي درتي له الكوموند ديالو تضرب عليه. راك عارف صافي فاش قلتي لي كنا تنسمعو قايد في الحيط غير بالنساش فينا فريك. هيا دابا شحال من حاجه كنا تنسمعوها ولات فريك. قلتي لي قايد في الحيط كنا تنسمعوها غير ولات فريك. تحياتي ليكم اخوتي، انا واحد شويه خرجت من الدوار شويه داكشي تاعي، وسمحوا لنا واللي تتوحم تسمح لنا، واللي ما عرفش المحل فين كاين بالزهره تولى في حي المنصور الروبور كبير هبط لتحت من الزهره تولى الاول محل ديال الجزاره في حي المنصور. اي واحد شي من الزهره تولى نوريك، جبتها لعندي
محل قديم هنا كاع. من الأوائل. كيفاش دابا ما خرجتي السلعة تبيعي اللي بغيتي ولا شنو أخويا؟ لا أخويا دابا نيت غنخرجها، لا دابا غنخرجها ونخرج دوم حتى الدوارة. جيتي الدوارة كتبغى نبيعها حتى غدا. ديالها ولكن ملي جبتي لنا اليوم الضياف ديال الغلب هذا ملي كاين الضياف مرحبا. يلا أخويا بين لي وبين لهم وبين لهم. مرحبا محمد تحياتي. كون في الكادر ولا بلاد؟ مرحبا. نتايا شنو؟ واش تبعو ولا ما تبغيش؟ ما عندناش المشكل حنا نشوف نتايا واش عندك هذيك. لا والو ما رضيتش تصلى خويا بحالنا بحال. مرحبا. حيت بينا سالينا واحد الطريق ديال الكلب يجيب الله مولاه. كاين الشيخ ديال الكرد اللي بيجيو عليهم نخرج لهم شويه ديال الطوار ياك. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سي كمال هيا انا نخرج لهم سيدي الطوار. واحد الغرفة السحرية. جبد اخويا ما عندك جبدها. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. شنو هذا اخي محمد دابا هذا؟ هذه عين الدوارة. هكاك اشرح للمشاهدين هذا الشيء. هذه خلاص الكرشة. اييه. هذه بوكور. هذه المجبنة. مجبنة. هذه الرية. يا خويا الرية. هذا مجبنة هذا طرف ديال هذا اللي فيه قطعة. تعال وري هذا العكاز. تيكون لاصق هذا تيقولوا العكاز مسرى الغلط. هكاك. هذه الرية خلاص. حسن جدا. تبارك الله سير على حيد الشكل هاي مع القرضة شوية كفتة ما كانش عندي نيه صوب كفتة وحيد ديك الشكلة خليك 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 سير ما تخافش. برافو عليك. ما تخافش عليا ما تخافش. لا خدم واحد دقيقة عندك هنايا فاش يكون شي رجله غليظه تنفسوها من هنايا باش ما ديرش داك الريحه مرطبه. لا تدير الاحتياطات ديالك فهمت واحد ما عارف تجي رجله شي يبقي علقها حتى نهار تيجي يقطعها وتتقرع له ديك الريحه بحال شكل ريحه ديال الابره واحد الريحه خايزه تكون في هذا الفلعل ديما تتنفس داك الماء اللي كيكون ما خصوش يبقى. واحد ما تيكون هنايا خصو يهبط كنفسو ديال المفصل تيهبط الرجله واخا تعلقها ما كيوقع لا حتى شي حاجه هادي تسالك ومنويقه. نعم سالات والله الا تسالات ياكي ايوا مشي لي شي وحيد والله الا تسالات والله هذاك الشيء اللي درت لك انا نرجعوا لا تسالات راه كان جبتي سالات اللهم امين هذا الشيء اللي كان يسهل عليك راه فيا مي قطعه ما مفصل ولكن كتعرف شي بقى واحد هذا مخارج. احسن شيء عجبني نضرب بالمو شحال هذا شي بعض المرات تنحيدها هذاك واخا كنهضر شي بعض المرات تنعكس الحيده هذه
هاني دابا جيتي كتصور اوا ما خصكش ما خصكش تعكز على المشاهدين ما خصكش تعكز عليهم اش فهمتيني هذا الصور شنو كندير هذيك الراك الراك انا السلام عليكم السلام ورحمة الله شحال أستاذ بغيتي ديال الحيمة أستاذ شحال صابك كيلو اش كثر كثر شحال كيلو في هاد الجهة جوج كيلو ونص جوج كيلو ونص من الجهة بغيتي هاد الجهة ديال الفيلي يلا ايه الجهة ديال الفيلي دير 3 كيلو دير مرحبا خير الخمير الشعر 3 كيلو 70 غرام واش 5200 زينه ضربوا معنا الكبيدة في الشوارع شي حاجة راه زبدة حيت هاد العظيم نديرو في الحريرة ونديرو وقت بار راه بلا عظم تنبيعو ب 120 درهم 130 على حسب كيف 5000 ريال و 200 سنان الحليب حصلتي اليوم هذا على جوج أستاذ هكا هذا مرة خلص الدوارة خلص الدوارة وكذا وهذا مرحبا مرحبا هكا وهذا كنديرو من قريب هكا نديرو شوية ديال البنكور هادشي تنقى راه مغسولة بعدا غير كتعاودي شي شوية في الدار وصافي هنايا الكرجوطة كياكلو منها في الباطوار في البرنا كيبقى والله العظيم كيبقاو تابعين حتى تي هذا يقطع شوية هذا تيقطع شوية تيسالي والو المهم الاخوان تحيه لكم وكنتمنى هذا الفيديو اللي درناه السي محمد الكزار يكون نال الاعجاب ديالكم و ايوا شجعوا نتوما باش يعاود يزيد يدير لنا فيديوهات اخرين ومازال ان شاء الله عنده المزيد عنده ان شاء الله والله يوفق الجميع تبارك الله عليك.